أحمد. وقف الإمام أمام المصلين. جيد. ممكن خلف المصلين؟ عايز. طبعاً أمام المصلين. خلف المصلين ممكن؟ ممكن يقف الميكروفون المصلين يقول الله أكبر. ممكن. نعم. وضع الإفلاس الحقيبة على المنضدة. منضدة يعني طويلة. طويلة؟ لا لا طاولة. طاولة. يقول أمي طاولة. يقول أبوك كرسي. نعم. نعم. يئس علي من وصول الطائرة. جيد. يقف الإمام أمام المصلين. جيد. يضع الأستاذ الحقيبة على المنضدة. جيد. ييأس علي من وصول الطائرة. تمام. عندنا فعل مثال. إذا الفعل المثال هو فعل صحيح أو معتل؟ معتل. معتل آخره حرف علة؟ وسطه حرف علة؟ وسطه؟ وسطه ما اسمه؟ أجواب. أوله حرف علة؟ أوله حرف علة؟ يا أوله واو؟ أو أوله يا. وضع يضع. وقف يقف. يئس يئس. طبعا هنا حرف مضارع. يا واو يا 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 قليل جدا أكثر واو. جيد. وقف وضع. تمام. ما قاعدة هذا الدرس في التصريف؟ ما قاعدة؟ وقف مضارع يقف يقف. اين الواو؟ الواو اين؟ الواو ذهبت وحذفت. امر. وقف يقف قف قف. تعال اسحاق امشي 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 قف. اين الواو؟ اجلس. شكرا. اين الواو؟ ذهبت. تذهب الواو في المضارع والأمر غالبا نذهب. وقف يقف قف. وضع يضع ضع. تمام. الياء يئس. يئس مضارع يئس. تمام. أمر يئس يعني لا تذهب. فقط مع الواو مع المضارع تذهب. نعم. انظروا. وعد وعدت. انت تعد. الواو ذهبت. وعد. انت تعد. امر عد. وهكذا. ننظر الى التدريبات حتى نفهم أكثر. مع الضمائر لا يتغير شيء. مع الضمائر مثلا وضع أنت وضعت. أنت وضعت. نحن وضعنا. هن وضعنا. لا يتغير شيء. فقط مع المضارع والأمر الواو. من يعيد الفعل المثال؟ الفعل المثال. نعم. الفعل الذي أوله من حروف العلة واو أو واو أو ياء. أو ياء. في المضارع تحذف الواو. جيد. غالباً في الأمر. نعم. في المضارع والأمر الواو تذهب. ننظر إلى التدريبات. إلى التدريبات. مضارع الآن. ننظر. وصل. إسحاق. واحد وصل. يصل الحجاج إلى المطار صباحا. جيد. يصل وصل مضارع يصل. يصل الواو ذهبت. وهبت للرجل الفقير معطفا.